الفرق بين الجوع والجوع العاطفي لما أكون أكلة ومخلصة الوجبة بتاعتي، والوجبة بتاعتي دي متكاملة. لو عدى 3 ساعات من الوجبة دي طبيعي إن أنا كده جعانة ومش عايزة أكل حاجة بعينها، أنا كده جعانة. لكن أنا لو لسه مخلصة أكل وبعد ساعة لقيت إن أنا لسه جعانة وأنا عمالة بتخيل شكل الأكل اللي أنا عايزة أكله إيه، أنا عايزة أكل طبق مش عارف إيه عامل إزاي، ده اسمه جوع عاطفي. طيب انا اقضي على الجوع العاطفي ده ازاي؟ اول حاجه بنعملها ان احنا لازم نشرب كوبايه ميه، او الناس اللي هي مش عارفه الفرق امتى بين الاثنين، يعني اشرب كوبايه ميه امتى؟ قبل الوجبه او لما احس بالاحساس ده. اه يعني انا دلوقتي انا حاسه ان انا عايزه اكل اكله معينه، بس انا مش عارفه هو انا جعانه ولا ده جوع بناء على ان انا زهقانه او ان انا فرحانه او زعلانه. اول حاجه بعملها بشرب كوبايه ميه. لو حسيت ان انا لسه جعانه شويه بشرب كوبايه قهوه او اي حاجه سورس مصدر للكافيين. لا انا لسه جعانه يبقى ده فعلا جوع، انا خلاص الموضوع راح، يبقى الميه والكافيين هم ضاعوا قضوا على الجوع العاطفي اللي جاي لي ده. حلو تمام. حاجه مهمه كمان برضو في الميه الناس مش بتاخد بالها، ساعات مثلا اسال حد انت بتشربي ميه؟ اه ده انا بشرب 4 لتر ميه مثلا، وتيجي تعمل التست بتاع الان بادي اللي هو قياس الدهون والعضلات والميه، تلاقي الميه قليله قوي في جسمها، فاسالها وانت بتشربي ميه ازاي؟ تلاقي ان هي بتشرب مثلا لتر او لتر ونص مره واحده، وده غلط تماما. لانه انا زي ما اكلي زي ما الاكل بيبقى في بورشنز او كميات معينه المفروض ان هي تخش في الوجبه دي، الجسم برده بيبقى محتاج كميات معينه من الميه ان هي تخش في الوقت ده. ففكره ان انا بشرب كميه ميه كبيره قوي في وقت قصير، انا جسمي يا دوب بيستفيد باللي هو بس محتاجه، وبعد كده ده كله بيتطرد. يعني حتى تلاقي بتشرب كوبايه الميه وتدخل التويليت بعديها، مش كوبايه بقى الازازه. فالطبيعي ان انا اقسمهم كوبايات. اقسمهم امتى؟ لازم قبل الوجبه بتاعتي اشرب كوبايه او كوبايتين ميه، عشان ده برضو يملى جزء من المعده بتاعتي، وفي نفس الوقت يخليني اتحكم في كميه الاكل وفي الاحساس اللي بيجيلي بتاع الجوع. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.